وللتعليق على هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المحامي الأستاذ عادل عبد الهادي. على ماذا استند حكم المحكمة في تغريم الطبيب؟ مساكم الله بالخير. يعني شوف الحكم هذا حكم نهائي. الحكم اعتمد على الإغرار المستنير. الإغرار المستنير هذا إغرار يعتبر إلزامي للطبيب مجري العملية، وعليه أن يشرح للمريض كافة المضاعفات الممكن حدوثها أثناء أو بعد العملية، وبالتالي أي مخالفة لهذا الإغرار المستنير يعرض الطبيب للمساءلة القانونية. هذا كان محور اللي استندت عليه المحكمة في هذا الحكم. أستاذ عادل، يعني تقدير إجراء شبه روتيني خلال عمليات الولادة ومضاعفات المخدر قد لا تصل أحيانا لدرجة الشلل، هل ينطبق حكم اليوم على هذه الحالات؟ شوف، التخدير لم يكن ولن يكن إجراء روتينيا أبدا، لأن هناك الكثير من المشاكل والقضايا المرفوعة في المحاكم الآن سببها مضاعفات التخدير، وبالتالي كل مسألة متعلقة بالتخدير قد تكون معرضة للمريض ومجري العملية بشيء من المضاعفات الكثيرة اللي قد تتسبب له من الوفاة والمضاعفات المختلفة، ومنها مثلا الشلل اللي أصاب المريض. طيب، هناك بعض العمليات تكون نسبة النجاح فيها ضعيفة ويتم إبلاغ المريض بذلك، هل يتطلب الأمر في هذه يعني مثل هذه الحالات إقرارا طبيا من المريض أو أسرته؟ طبعا شوف، يجب أن يكون هناك وضوح من الطبيب. عفوا، سلامتك، ما تشوف شر. شر معي. يجب أن يكون هناك وضوح كامل من الطبيب وفقا يعني التعاملات المهنية من قبل الطبيب والمريض قبل العملية، حتى إن كانت نسبة نجاح العملية ضعيفة أو كبيرة أن يأخذ إغرار من المريض أو من أسرته يجنب مثل هذا التصرف واللجوء إلى المحاكم، واللي قد يكون سبب في مسؤوليته الجزائية. أستاذ، إحنا ما نبي نطول عليك، يعني مبين من صوتك تعبان، لكن سؤال أخير، هل ينطبق هذا أيضا على عمليات التجميل، خاصة بأن هناك الكثير من التشوهات التي حصلت بعد هذه العمليات، وهل سيفتح هذا الباب أيضا بابا آخر على موضوع التعويض مثلا؟ يعني بكل وضوح أن الأحكام النهائية اللي تصدر من محكمة التمييز هذه تعتبر أساس للتعويض. أي واحد يقدر يأخذ هذا الحكم ويقدمه أمام الدوائر المختلفة المدنية للطلب للتعويض. هذا ينطبق أيضا على عمليات التجميل المختلفة اللي من خلالها يكون المريض قد تسبب له بعض التشوهات أو غيره من المضاعفات الطبية. بالتالي هذا حكم نهائي من محكمة التمييز، أصبح بالنسبة لنا عنوان للحقيقة، أي واحد متضرر يستطيع أن يأخذه ويقدمه في الدوائر المختلفة المدنية والتجارية اللي قد يعني تحكم له. المحامي الأستاذ عادل عبد الهادي، شكرا جزيلا لك وما تشوف شر.